على كل حال تعالوا نروح لخبر حلو في خاص بيه طبعا، يعني رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش هي أعلنت التصنيف العالمي الجديد، وده كان خلال الشهر اللي احنا فيه شهر ديسمبر. طيب نتكلم بقى عن أبطالنا. وصل البطل المصري أولا علي فرج هيمنته على الصدارة. بالنسبة بقى للمحترفات، هيمنة البطلة المصرية نوران جوهر على الصدارة كمان. طيب في المركز الثاني جت برضو البطلة المصرية نور الشربيني، وبعد كده هانيا الحمامي في المركز الثالث. شوف هيمنة في الرانكينجز الأولى، في برضو نور الطيب في المركز السادس، واحتلت روان العربي المركز السابع، وسلمى هاني وصلت للتصنيف رقم 13 عالميا. يعني أنت عندك لاعبي وعندك لاعبات السكواش بجد مشرفنا، وكل شهر ده وبنقوله في كل تصنيف بجد حاجة محترمة. هيمنة مصرية على رياضة السكواش عالميا، حاجة بجد رائعة، حاجة بجد تشرف بشكل كبير سواء على مستوى الرجال أو حتى السيدات. فيعني يا ما نفسي الملف الاسكواش ده أنا هوندي واستنسخ في كل الرياضات يدرس الثانية. اه والله العظيم. وانت بتقولي فيها المفروض يدرس فعلا، دي حقيقة. وعلى فكرة بالمناسبة أبطالنا وبطلاتنا في الاسكواش بالمناسبة أدائهم واستمراريتهم في السيطرة والهيمنة على المراكز الأولى عالميا لكذا سنة ورا بعض، التفصيلة دي تأكدوا حضراتكم إن هي بتدرس فعلا. أي حد مهتم بإنه يعني يبقى وكأنه بمثابة مصنع أبطال مستقبليين لازم يدرس الحالات الناجحة، ولازم يشوف أي منظومة ناجحة في الرياضة اللي هو يعني مسؤول عنها بتعمل إيه. وده اللي إحنا كنا بنقوله من شوية على كرة القدم مع فرق الأمثلة يعني. ففي حاجات كتيرة إحنا بندرس فيها، وفي حاجات أكتر إحنا محتاجين ندرس فيها الغير عشان نبقى ناجحين زيه في هذه المجالات.